مرحبا بكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور. اللي غادي نعطيكم الحصيلة الوبائية دائما في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في في هذا البث المباشر والحي هنا مباشرة من مدينة سيدي بنور. كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر والحي عبر قناة شوف تي في مباشرة كما تلاحظوا معنا تنطلق من هذا الفضاء الجميل المنتزه البلدي. أنا غادي نرافقكم في هذه الجولة في هذه الجولة المباشرة من مدينة سيدي بنور اللي اليوم عرفت تسجيل 14 حالة. مرحبا بكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في قناة الشعب والقناة الأولى بامتياز في المملكة المغربية. دائما غادي ناخذوا هذه الجولة هذه كما كتشوفوا معنا في مدينة سيدي بنور المدينة الهادئة والجميلة. مرحبا بكل المتابعين ديالنا في هذا البث المباشر والبث الحي اللي دائما تنقل لكم بالصوت والصورة كل الأحداث. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يبعد علينا هذا الوباء هذا. كما قلنا أن مدينة سيدي بنور سجلت 14 حالة حالة إصابة وصفر حالة وفاة. وكنتمنى أن باش تبقى دائما الحصيلة كما هي ودائما تبقى الأجواء دائما في هذا البث المباشر. غادي ناخذكم في واحد الجولة مساء النور مساء الفل والياسمين المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في اللي دائما كنوصل لكم بالصوت والصورة كل ما يقع بمدينة سيدي بنور. كما قلنا مدينة سيدي بنور سجلت اليوم 14 حالة الله يلطف. من بعد ما كانت مدينة سيدي بنور تعرف تسجل يوميا صفر حالة لكن للأسف الناس ما بقوش محتارمين ما بقوش يعني بحال كيقول لك هاد كورونا أنها راه ما كايناش. ولكن كنقول لهم أن الاحتياط واجب وأن هاد الوباء هذا اللي أصبح كيشكل خطر كبير كبير خصوصا مدينة سيدي بنور اللي كيعرف تسجيل حالات. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يبعد علينا هذا الوباء هذا وان مدينة سيدي بنور ترجع للطبيعة ديالها ونعرفوا تسجيل صفر حالة. اعتذر لان مازال شويه كتجنح شويه ديال الكحه لان كما كعرفوا المتابعين ديالنا حتى حنا راه حنا دوزنا هاد الفتره ديال كورونا ولله الحمد ولله الحمد
تم الشفاء والحمد لله درنا الاختبار الثاني اللي الحمد طلعت سلبية، يعني أن الوباء بعد منا، واللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى أننا نبقاو دائما في حيطة وحذر والتزام بالتباعد وبالإجراءات الاحترازية ووقاية باش دائما نكونوا في صحة جيدة، لأن هذا الوباء هذا في حقه أصبح كيشكل خطر كبير خصوصا على المدن الصغرى، لأن بكل واقع أن مدينة سيدي بنور ما استطعتهاش يكون عند الحالات، لأن لا نقص لا مرة ما عندناش قسم الإنعاش، ما كاينش سيدي بنور يعني الإنعاش والو، ما كاين حتى شي حاجة وحقيقة اللي غادي نقولوها ماشي غادي نتهربوا، لأننا عايشت هذه الفترة هذه ديال المرض، راه ما كاينش اهتمام، راه ما كاين حتى شي حاجة بكل صراحة، غير الله يرزق الصحة، الله يرزق الصحة والسلامة، الله يحفظك أختي مريم. شكرا، وكنشكر جميع المتتبعين ديالنا والإخوة الأصدقاء اللي اتصلوا بيا وسولوا فينا إلا عبر الهاتف ولا عبر الفيسبوك ولا عبر الواتساب، يعني الحمد لله. كما كنشكر إدارة قناة شوف تي في، الأخ عبدو ولا الأخت مريم، وعلى رأسهم السيد المدير سي شحتان اللي في حقه ساندوني والاتصالات اليومية ديالهم يعني ولله الحمد. كنشكر الطاقم ديال قناة شوف تي في اللي عطاني واحد الاهتمام كبير، ودائما تيسولو دائما في اتصالات وكيطمئنوا على الصحة ديالي، والحمد لله هذا هو المضمون في الزملاء وفي السيد المدير سي شحتان، دائما في هذا البث المباشر لقد الله اكبر. أريد أن ينتهي المؤذن. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في اللي تم نقول لكم بالصوت والصورة، وكذلك في هذه الجولة المسائية عبر شوارع مدينة سيدي بنور اللي تم نقول لكم كل الأحداث. شكرا إخوان، هو لله الحمد والله العظيم إلى فرحت بزاف الإخوان ولا المتتبعين ديالنا وخصوصا المتبعين قناة شوف تي في، رغم أنني ما تنعرفهمش، رغم أن يعني غير من المحبين ومن المتتبعين واتصلوا باش يطمئنوا على الحالة، يعني شكرا جزيلا لهم، وشكرا للناس اللي كتابعنا، تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في عبر هنا بمدينة سيدي بنور، تحية للجميع وتحية لكل المحبين ديالنا، وكنتمنى اننا نكون عند حسن الظن ديال الجميع. كما تنقولوا اليوم 14 حالة مدينة سيدي بنور، 0 حالة وفاة،
الله يبعد علينا هذا الوباء، والله يبعد على جميع الأمة المسلمة. وكما كتشوفون نحن نعيش على هذه الأجواء الجميلة هنا مدينة سليب النور، المدينة الصغيرة والهادئة. دائما نشكر كل المتبعين ديالنا في هذا. تحياتي اخويا، الله يحفظك، بارك الله فيك. هذه هي شوارع مدينة سليب النور. شوارع المدينة، وكل الحب وكل الإخلاص لساكنة مدينة سيدي بنور. تحية لكل المتابعين ديالنا عبر هذا المقطع المباشر. احنا الفطر الخميس، دائما نقول لكم كما تحبكم، وكنقولوا لكم كل حب وكل احترام للمتابعين ديالنا. تحيه للجميع وتحيه للاخوان. دائما في هذه الجوله هنا في مدينه سيدي النور، هنا كما تشوفون الاجواء جميله هنا في طريق الخميس. دائما كما تشوفوا اجواء جميله والمدينه هادئه. اللي كنتمناو ان الاصابات يقلوا وما يبقاوش عندنا الاصابات، وتعيش المدينه في هدوء. يا ربي تحفظنا وتحفظ جميع الأمة المسلمة وتحفظ المواطنين. ونتمنى إن شاء الله هذا الوباء أنه يسالي وترجع الحياة حياة طبيعية. الله يحفظنا والله يحفظ جميع المسلمين. يا ربي تحفظني. دائما في هذا النقل المباشر من مدينة سليب النور. ان شاء الله خويا، ان شاء الله غادي نديروا هذا الموضوع هذا. الله يبارك خويا، الله يحفظك. ان شاء الله خويا، احنا ان شاء الله كل نهار غادي نطرقوا الموضوع وجميع المواضيع وجميع المشاكل ديال مدينة سليب النور، غادي نناقشوها وغادي نعالجوها ان شاء الله. ضروري خويا، حنا ترى الاشاره ديالكم، واي واحد من الناس ديال سليب النور اللي عنده شي حاجه مرحبا يتصل بينا. او لا شكرا لكل المتابعين ديالنا. بقينا الان الا ان نستودعكم الله في هذا البث المباشر، ونقول لكم نحبكم. شكرا لكل المتابعين ديالنا خلال هذا البث المباشر.